مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ هلا اذا بدنا نيجي نترجم اسماء الاكل، تمام، مثلا ورع عناب، منسف، مقلوبه الى اخره، احيانا ما بيصير، يعني ما بيزبط انك تترجم، يعني تحكي له مثلا I cook explosion منسف، ولك دول ابصر شو بيحضروا لنا. But no, you have to say I cook منسف. Then you have to describe، يعني بعدين انت لازم تدسكرايب ذا ريسيبي، بعدين انت بتصير توصف الوصفه الاكله يعني. بس احيانا الاكله بتعبر عن حالها بالوصف، يعني مثل ورق، مثل يعني ورق عنب محشي، تمام. ف you would say مثلا we cook stuffed grape leaves، we cook stuffed grape leaves، يعني احنا طبخنا ورق عنب محشي، or stuffed zucchini، او كوسه محشي. بس يعني شوفوا كيف احنا ما قلنا مثلا طبخنا كوسه محشي، we cooked كوسه محشي. You would say، يعني بدك تحكي I cooked، you would say مثلا I cooked stuffed zucchini، يعني انها الاكلة بتوصل الديسكريبشن تبعها، يعني بتوصل الوصف تبع الريسيبي، تمام. فهلا بعض اكلات مثلا explosion، ما بصير نحكي عن المنسف explosion، بقولك هدول ابصر شو بيحضروا لنا، ابصر شو بنروح فيها. احكي I cooked منسف، or I cooked stuffed grape leaves، او I cooked stuffed zucchini، انا مثلا طبخت كوسه محشي. ما بصير نحكي مثلا I cooked upside down، بيقولك باكله بالشقلوب، ما بيزبط. You would say I cooked مقلوبة، then you have to give the description for the recipe، بعدين انت بتعطي وصف للوصف، يعني وصف للأكلة. شوفكم ان شاء الله قريبا درس جديد. باي باي.